هيا يا أطفال وهيا نمتعكم بحصتنا. في هذا المرة يا أطفال، عمو يزيد اختار لكم يوم مهم، هو اليوم العالمي للطف. لازم تكونوا لطفاء. على بالكم باللي كاين يوم عالمي للطف. والشاطر يعطينا الحل، فيها عبرة حكمة. اليوم جيت نحكي لكم على نبذة تاريخية عن حياة الكاتب مالك حداد. وانا بهذه المناسبة حبيت تغنوا معايا أغنية دارها عمو يزيد، نقول فيها: حين أنهض من نومي وصلي الفجر مع أمي، وصلي الصبح وأدعو ربي بارك لي يومي. حين أنهض من نومي وصلي الفجر مع أمي، وصلي الصبح وأدعو ربي بارك لي يومي. إلا حبيتوا تفرحوا كما أصدقائنا اللي راهم هنا، ما عليكم إلا توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com باش تشاركوا للحضور. استنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت. حبكم يا أطفال. على أهلي ألقي السلام بأدب مني ونظام، على أهلي ألقي السلام بأدب مني ونظام. أغسل وأراجع مكانا وأصلي فرضي وأنام، أغسل وأراجع مكانا وأصلي فرضي وأنام. عيد ميلادك أحلى عيد، تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي: أجمل هدايا يهدولو، هيا نصفق ونغنيلو، تعالوا هلموا إلينا الضف مع عمو يزيد.